أهلا بكم في اختراعات أبي الطيب التي كان الأول فيها شعرا ولغة ومعنى. معكم علي بن تميم في بيت القصيد. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. لا يوجد أحد مثل أبي الطيب في المدح أو في الهجاء، فبإمكانه أن يصعد بالشخص إلى أعلى السماء، وبإمكانه أن يخسف به الأرض. وفي هذا البيت الجميل الفريد يقول إن ممدوحه سيف الدولة يتفوق على البشر بصفاته، ولم يكتفي بذلك بل عده أصلاً في نفسه، وكأنه صار مختلفاً عن البشر، وهو تشبيه فريد في الشعرية العربية، مستشهداً بالمسك الذي أصله من دم الغزال، ولكنه صار أصلاً في نفسه يفضله مكانة وقيمة. قال الشاعر المغربي: قلت لسيف الدولة وكان أبو الطيب حاضرا بيننا: رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إن هذين البيتين لم يسبق إليهما أحد أبا الطيب، فقال سيف الدولة: كذا حدثني أهل الثقة. لقد أعجب المتنبي واهتز فرحا، قال الشاعر المغربي، فأردت أن أحركه، فقلت لأبي الطيب: إلا أن في أحدهما عيبا في الصنعة. فالتفت المتنبي التفات حنق فقال: ما هو؟ فقلت: قولك مستقيم في محالي. المحال ليس ضد الاستقامة، وإنما ضدها الإعوجاج. فقال الأمير سيف الدولة: هي القصيدة جيمية، فكيف تعمل في تغيير قافية البيت الثاني؟ فقلت عجلا: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن البيض بعض دم الدجاج. فضحك سيف الدولة وضرب بيده الأرض وقال: حسن مع هذه السرعة، إلا أنه يصلح أن يباع في سوق الطير، لأنه مما لا يمدح به أمثالنا يا أيها الشاعر المغربي. ولم يسبق أحد المتنبي إلى هذا البيت وهذا المعنى، فهو من اختراعاته، وهذا هو بيت القصيد.